تأثير التوتر والقلق في الامتحانات على إدراك وأداء الطالب في الامتحان وكيفية التخلص منه، يوم جديد يحمل الإجابة. نتيجة انقطاع الكهرباء وزيادة نسبة شراء المولدات، نتعرف على حلقة اليوم على معايير اختيار المولد المناسب للمنزل. كما سنتابع في فقرة الأحوال الجوية، اعتدال ودرجات الحرارة في معظم مناطق شمال ليبيا. صباح الخير عليكم مشاهدينا ومستمعينا، وين ما كنتم، في بيوتكم، في طريق عملكم، في كل مكان تشوفوا فيه في شاشتنا أو تستمعوا لنا عبر أثير الإذاعة. مع دخول الامتحانات يبدأ القلق والتوتر لدى الطلاب نتيجة الخوف من الرسوب، والذي يمكن أن يؤثر سلبا على الإدراك في القراءة والأداء في الامتحانات. التقرير التالي يحمل المزيد من التفاصيل. الخوف من اجتياز الامتحانات شعور ينتاب الطلبة المقبلين عليها، ناتج عن القلق أثناء الإجابة في ورقة الامتحان. ولكن القلق غير الطبيعي هو الذي يؤدي إلى إعاقة التفكير والأداء في الامتحان حسب رأي الأخصائيين النفسيين. فهناك قلق إيجابي وآخر سلبي. الأول نابع من الرغبة في النجاح والحصول على أعلى الدرجات، وهو قلق محفز ومطلوب، في حين أن الثاني يؤثر على الثقة بالنفس ويثبط الهمة، وربما يكون سببا في تدني درجات الطالب أو رسوبه، وهذا ما يقره المختصون النفسانيون. لهذا القلق والتوتر أسباب عدة عدها التربويون والنفسانيون في إهمال الطالب للمواد الدراسية وتراكم الدروس وصعوبة مراجعتها، وكذلك عدم الاستعداد أو التهيؤ الكافي للامتحان وقلة الثقة بالنفس والتفكير السلبي بالذات. كما أن للآباء دورا في ممارسة الضغوط على أبنائهم ما يربكهم ويؤثر على تركيزهم، ويظل هاجس نسيان المعلومات يرافق الطالب إلى حجرات الدراسة. كل هذه الأسباب تزيد من توتر الطالب وتعود عليه بالسلب. ولمعالجة هذا التوتر والقلق ينصح الطالب ببناء الثقة بذاته، وأن يركز على إيجابياته قبل الدخول إلى الامتحان، وأن يزيل من تفكيره شبح النسيان، ويعلم جيدا أن القدرات الفردية بين الطلاب متفاوتة، وكما أن تناول الأغذية الصحية تساعده في هذه الفترة على التركيز. ويفضل أيضا ممارسة التمارين الرياضية لتخفيف حدة التوتر والقلق. كلها نصائح تساعد الطالب على التخفيف من التوتر والضغط النفسي ليحقق الطالب النتائج المرجوة. وللحديث مشاهدين عن القلق والتوتر النفسي المصاحب للامتحانات وكيفية التقليل منه، معنا هنا في الاستوديو الخبير التربوي ساسي موسى. صباح الخير استاذ ساسي. اهلا وسهلا بك استاذة في البرنامج، بارك الله فيك، جيت في وقتها يعني في وقت الامتحانات ان شاء الله. استاذ ساسي، لو نتحدث عن الطالب، اكيد يمر بحالات توتر يعني نفسي، كان سلبي او ايجابي اثناء الامتحانات، كيف يمكن احنا نخفف التوتر على الطالب، نقصد من اولياء الامور؟ كويس. طبعا هو اول شيء التوتر يخلق من الاب والام بدرجه كبيره، بحيث ان مثلا هم يضغطوا على الطالب او التلميذ او ابنهم، اقرا راجع كذا، يخوفوه من الرسوب. لا بالعكس، التهيئه مهمه خاصه في الاب والام في المنزل، بحيث انه هي اولى جو خاص، مثلا يقطعوا الزيارات الفسحات على الاقل يقللوا منها شويه نوعا ما، بحيث هي اولى جو حتى تكون مستعد للامتحان. المراجعه او باول شيء راي مهم، انه ما ينفعش انا مثلا نخلي ولدي او بنتي عام كامل يلعب ومهمل في الدروس نتاعه، ونجي في الامتحان نفسه نضغط عليه واقرا واقرا، هذا نوع من التوتر. نفس القصه، التوتر يخلق حتى من الناس المسؤولين في الامتحان نفسه، سواء كان المراقبين المراقبات، المفروض المعلم نتاع المدرسه بصفه عامه او مدير المدرسه يختار ناس على الاقل تكون عندهم مساعده، بحيث انه يحاول ان هم الناس ما يمتصوا الغضب نتاعهم، مشاكلهم، القلق نتاعهم، يشوفها خصائيه وخصائص النفسيه والخصائص الاجتماعيه تكون هي المعنيه بهذا الموضوع هذا، بحيث على الاقل تخفف الوتيره للطالب في حد ذاتها. لازم تكون حتى الاجواء في اللجنه الامتحانات تكون فيها هدوء، ما فيها ايضا الصراخ بصوت عالي او التكشيخ، او حتى لا سمح الله اكتشفوا في حاله غش، ما تكونش مثلا بطريقه اللي هي الردع او بطريقه اللي هو مثلا تصير تلخبط حتى الناس المتواجدين معاه في القاعه تاع الامتحان نفسها. زي ما قلت لك، التوتر بصفه عامه احنا نسموه في النفس، ونسموه في توتر مؤقت يصير الطالب، هذا حاله طبيعيه يمر بها اي طالب
يقرا في امتحانات، وممكن المفروض يكون دور الكبير دور الاهل، ويكون هم دور المطمئن لهم ودور المساند للطالب، بحيث ما تصير لهش مشاكل مثلا يجي يقدم ورقه امتحان مش حيجاوب لك شيء، يعني بحكم ممكن يسمع في مخاوف، يعني وخاصه مثلا تكون في ناس سلبيين حاطين به، لا والله هذيك الماده صعبه، لا والله الاستاذ صعب، لا والله الماده اللي فيها اكثر من 10 8 اسئله، حتى تصبح مشكله. بالعكس ما احنا نعطوا لاولادنا بناتنا الرسائل الايجابيه اكثر من الرسائل السلبيه، بحيث يخش باريحيه الامتحان. يعني هنا استاذ ساسي الدور يبدا من البيت من الاهل. شنو هي الخطوات اللي ممكن احنا نتبعوها مع الطالب باش نخفوا عليه التوتر من البيت؟ كويس من البيت. اهم خطوه نقسمنا الوقت بصفه عامه، سواء في الراحه، في المراجعه، في النوم، في الترفيه، هذه اول خطوه. الخطوه الثانيه احاول اني مثلا ان زي ما نقول نراجع معاه مع في الاسئله نتاع الامتحانات اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، على الاقل يعرف الطالب طريقه الاسئله ممكن يحطها للاستاذ بصفه عامه. نحاول ندير برامج تلخيص نلخص مثلا المعلومه بصفه عامه. نحاول نعطي له اوقات المراجعه الجيده اللي هي قبل الفجر ومن بعد الفجر وفي فتره العشيه، يعني بعد العصر اللي ما افضل فترات اللي تكون الذاكره تكون كويسه. نركز حتى في الاغذيه المهمه للطالب، بحيث ممكن احنا نتباعد المنبهات شويه زي القهوه الشاي، الاشياء المنبهه زي الشوكولاته والحاجات هذه يتباعدها شويه نركزها. شنو هي التعويض اللي نعطوها للطالب؟ افضل يعني شيء الصبح اللي هو شرب كميات كبيره من الميه، الحليب، الزبيب، التمر، كرموس اليابس، اللي كلها فيها فائده كبيره، اللبن بصفه عامه تنشط الذاكره وتساعد العقل على الاستيعاب اكثر. واحنا نعرف ان الدماغ نتاع الانسان يستهلك حوالي اكثر من 65% من المياه، يعني افضل شيء للذاكره التغذيه جيده، الافطار جيد الصباح يكون متنوع، يكون فيه البروتين سواء موجود في البيض، الفسفور موجود في الموز حتى هو كويس للدماغ والذاكره. نتبعد شويه على المقلي وعلى الاشياء الحاره، الاشياء ممكن لها تسبب الانسان من ياهو نوع من القلق. اكثر شيء يسبب الانسان القلق اللي هي المواد الملونه والعصائر الملونه، كلها تسبب مشاكل، نحاول يبتعدوا عليها قدر الامكان. طيب قلت على الخطوات اللي ممكن يعني يقوموا بها الاهل. طيب ما هو دور المدرسه ان كان لجنه المشرفه على الامتحانات، ان كانت تهيئه الاوضاع في المدرسه؟ شنو هي الخطوات المفروض تتبعها المدرسه باش الطالب يكون على اريحيه ويقدر يجاوب بطريقه تريحه هو نفسيا وما يكونش في توتر بالنسبه كويس لي. بالنسبه ده كله يوقف على عاتق اللي هو اللجنه المسؤوله عن الامتحانات وحتى من دون المدرسه. المفترض يستبعد كل الاستبعاد مثلا كل مثلا الاستاذ عصبي نتاع مشاكل زي ما نقول احنا تنرفز فيها، نبعدوه شويه، ممكن يوتر حتى الطلبه يوتر الصف مثلا يشبحوا وكذا مشكله ومرت ما فيش شغل فيه مرت كذا، لا بالعكس. ثاني شيء يقسمهم بيناتهم الشغل، المفروض الاساتذه يجوا قبل الطلبه على الاقل بساعه او بنص ساعه، وقال الطالب يكون خايف عنده مشكله معينه ماده معينه ممكن يقابلها الاستاذ المعلم، هذا كله دور الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي بدرجه كبيره، بحيث هم يديروا لفه بسيطه يشوفوا الطلاب اللي عنده مشاكل، مفروض طالب ما قراش كويس مثلا مريض تعبان، على الاقل نحاول نطمئنون، نحاول في ساند ليه موجود في المدرسه. ثاني شيء نوفر الاجواء الامنه في وسط القاعات، ممكن نوفر مياه الشرب في وسط القاعات، ممكن التهويه الجيده حتى مهمه جدا جدا، الاضاءه حتى لها دور كبير. المفروض المعلم نختار الناس اللي عندها وسعه بال ممكن يقرا السؤال مره اثنين ثلاثه اربعه يفهمه الطالب، ممكن يكون طالب مرتبك او خايف من امتحان في حد ذاته تكون يعرف السؤال لكن هو ناسي، الحين نحاولوا نساعده بحيث السؤال نكرره مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه. هذا يعني شيء مهم جدا نحترمه حتى رغبه الطالب، وين بيقعمز في اللي كان ولا نخاف نقعمز في مقعد فان كذا، على الاقل شيء مهم يعني بحيث احنا نكونوا قرب منهم نساعدوهم نعاونوهم، حتى زي ما قلت بكري من نكتشف اي حال تغش نحاول نتطرق لها لما نكتشفوا حال تغش مثلا. المفروض المشرف على الامتحانات كيف يتصرف، يعني المراقب كيف يتصرف؟ اكيد احنا في طريقه بدائيه نستخدموا فيها ويدبسوا في الورقه ويطلع برا، لا بالعكس، حتى كان اكتشفوا حالة غش نخليه يستمر في الامتحان تاعنا، ناخذ ادوات الغش اللي يستخدمها الطالب، بعدين ندير معاه دراسه حاله نشوف شو مشكلته بالضبط علاش غش، لان احنا درنا عده دراسات على الصغار اللي غشوا ينقلوا لنا اكثر ناس ممتازين، يعني سبحان الله دماغاتهم. وش اللي يخليهم يغشوا؟ ممكن لما درنا دراسات وبحوث وكرههم للماده او كرههم للاستاذ في حد ذاته، انتقام الاستاذ او حتى سلم احباط، يقول انا والله نقرا 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 زميل لي يغش خذ درجه تعب بكل سهوله، انا سهر الليل وحارب نفسي من الفسحه ومن الزرده من طلوع، لقيت الثانيين ما يقروش ينقلوا. تعرف انت التقنيه تو يستخدموا فيها الطلاب زمان كانت الحجيبات تو تطورت الحكايه بدرجه التسجيل موبايلات، وهذه المشكله اللي نعاني منها في السنوات الاخيره. انا لاحظت السنه هذه افضل من السنه اللي فاتت بصراحه، لان انا شخصيا زرت اكثر من 13 مدرسه ثانويه، في منهم اصدقاء لي سادسه نعرفهم ومعلمات اللي مدربهم، يعني بصراحه يعني في شيء يثلج القلب السنه هذه، فرق في يعني نسبه بصراحه التحسن توصل 40-50% في المراقبه، هذا شيء مهم جدا. انت تعرف الاساس في التعليم اللي هو المعلمين والاساتذه،
يعني ممكن في بعض من الناس تكون سلبية يساهموا في الأمور زي هذه، في أمور الغش وفي تسريب الأسئلة، لكن لاحظت السنة دي أبرك يعني أفضل من سنة فاتت أفضل، وانت ظني تعرف إيش صار سنة فاتت كيف كانت نسبة النجاح عالية، يعني تستغرب وصلت 90 و95% عمرها ما صارت في العالم يعني حتى ولو صغارنا عباقرة يعني. علمهم إنه هذه الأشياء رأي مهمة، لأن الغش مشكلة سبب مشاكل كبيرة، سبب إحباط للممتاز، سبب إحباط حتى الإنسان المطلع واللي يقرأ، ولكن إيش معنى فلان أنا ما بدلش أي جهد ونجح، خلينا نغش زيني زي إحنا درنا دراسة على 400 طالب وطالبة لقينا نسبة عالية منهم خاصة اللي يغشوا، لك احنا والله تقليد للغير او انتقام من المادة نفسها او من اللي كان يقدم لهم المادة يعني من الاستاذ مثلا، من الاستاذ نفسه ممكن سبب بتاعه مش كويس وكان يكره المادة هذه مانيش قاريها خليني نغش فيها وخلاص، يعني الاستاذ ما استحسنتهاش وكان سلبها معي مش كويس. احنا ديما نوجه الكلام للناس التربويين ينزل ديما مستوى الطالب ينزل مستوى على الاقل يخشوا في عالم الطالب ما يديروش برستيج يديروا في حواجز، لا بالعكس الطالب في الاخير كتله من المشاعر والاحاسيس، يبي من يدوي معاه من يتكلم معاه من يفهمه باسلوب منطق بحيث حبه في الماده مش يكرهها في الماده يعني. طيب كيف استاذ احنا نحفز الطالب انه يحب الماده كوي. او يحب المواد بشكل عام او ماده هو يكرهها ما يحبهاش، كيف نحفزه انه يحبها؟ طبعا درجه اولى متوقف على الاستاذ في حد ذاته، انه وقت تلقى الاستاذ اسلوبه ماهوش كويس هذه مشكله كبيره تسبب حتى عقده نفسيه للطالب. يعني شفت زمان درنا عدد دراسات يقول كنا والله ولدي ضعيف في الرياضيات او ضعيف في فيزياء، شكوا الاهل ممكن يكون صار من الفئات الخاصه مثلا عندهم اعاقات عقليه لما عندهم معهم خسارات نفسيه خسارات ذكاء، كان الذكاء بتاعهم ما شاء الله عالي جدا جدا، لما قام مزنا معهم هذا الرزق قال كنا والله الاستاذ هني في موضوع معين وزم تقول يعني هزبني قدام الطلبه انا كرهتها، لا الاشياء دي مهمه، احنا هذا كله عاتق كليه التربيه مفروض مناهج طرق تدريس مهمه جدا جدا خاصه الامور التربويه، تعرف انت مصنع الاجيال او مصنع العلماء او مصنع المهن اللي هم المعلمين والاساتذه، يعني ما يكونش معلم مؤهل صعب انك انت بدك تخلق جيل كويس. شيء ثاني متوقف حتى على الاهل بصفه عامه انك تحت يمكن احنا اساسي نفتقدوا للمعلم المؤهل مربي درجه اولى، يعني كيف احنا ممكن احنا نهيئوا معلم مؤهل؟ طبعا شو هي الشروط المفروض تتوفر؟ الشروط المفترضه لكليه التربيه بصفه عامه والمراكز التوجيه المفترض يخضعوا الناس هما لاختبارات معينه ومقاييس معينه واتجاهات معينه يشوفوا السلوك نتاعهم بالضبط. انا يعني والله ايش ممكن كان واحد من الناس ندرب في دورات على المشاكل النفسيه والسلوكيه لينا سنوات يعني ونتفاجئ ان تلقى اخصائي نفسي اخصائي اجتماعي ومعلم فصل ما عندهاش تقولي هذاك التكنيك، يعني كيف تعامل مع الصغار مع الطلبه كيف يخش العالم نتاعهم وكلهم يستخدموا في تاريخ الصراخ والضرب والالفاظ، وهذا خطا يعني كلهم الصغار حتى في المادة انت تستغرب مش حتى تدور العالم الاول تلقى مدارس ما فيهاش سور، يعني الطالب يحب المدرسة احنا السور عالي وباب حديد وقفال تلقى مدى به بيروح مدرسة، كلهم يعانوا الطلبة من سوء المعاملة. انا ما نقولش كل المعلمين سيئين لكن في نسبة عالية منهم للأسف شديد المهنة نتاعهم غير تنسب، حتى السلساسي مدرستنا يعني تفتقد للمؤهلات تفتقد لمكان الترفيه تفتقد لهذا الطالب تحس انه جاي بيقرأ وبيكمل بسرعة بسرعة ويبي يروح، وهذه هي المشكلة. حتى يا استاذة مشكلة حتى الحصص النشاط اللي شبه انقرضت ما عادش فيه، هي حصة واحدة في الأسبوع رياضة ورسم وتعارك عليها مدرسة الرياضة مدرسة كيمياء مدرسة العلوم باش تم منهجها في ساعة، يعني غلط. المفترض يعني حتى حصص النشاط حيث ان الطلاب نعم هو مثل قول السلساسي انه كان في حصص اربع حصص في ثلاثة الأسبوع تربية رياضية تو اصبحت ممكن حصة واحدة ومرات ويتعارف عليها بلاك العلمي، وحتى المعامل اللي كانت موجودة حتى هي افتقدناها والمكاتب يعني المكتبة اللي فيها الطالب فقدناهم. قصدي يعني كيف الطالب يحب اصلا يمشي للمدرسه؟ تحس انه في صعوبه هي لازم في محفزات في شيء يرغب الطالب، ما ينفعش وفي الاخير بنادم هذا عيل صغير عنده طاقات زايده، يعني مش معقول اجيك من 8:30 من بعد الطابور يمز لك للساعه 10 على المقعد وعنده نص ساعه استراحه يتمها من 10:30 ل 11 يجيب لي واحد تعب يعني حتى ملل. اكيد المفترض في اليوم على الاقل في حصص ترفيهيه، حصص الزراعه، حصص التقنيه، الرسم، الرياضه، المسرح، هذا شيء راي مهم بحيث ان الطالب في مواهب عنده بحيث انه هو تعزز الوجود نتاعه في المدرسه. حتى حشو المعلومات بالطريقه التقليديه والصبوره والتباشير، العلم تطور بدات توفير التشوه والاجهزه العرض حتى هي لها دور، ما هو حتى احنا مشكلتنا الطلبه في شخصيات لازم تقولي حسيه، في بصريه، في سمعيه، في بالحصه بالتلقين، في بالحصه بالحركه، في بالحصه بالتمثيل، هذا شيء مهم بحيث انه هو قاعد في طور النمو. العلم ما اقتصرش للتلقين فقط، ما هو هذه كلها شخصيات انت بتخاطب، يعني حتى تقسيم الصغار فصل فصل، احنا طريقتنا التقليديه في ليبيا ثلاثه صفات، وصف الوسط المقعد الاول يتعاركوا عليه جبت له حتى مشاكل كبيره. المفترض اللي هي حتى الجنازه نتاعهم تتغير، المفروض مربع ناقص زرع نسميها طريقه الشعاع بحيث توصل لكل طفل تتواصل انت وياه،
تعرف مشاكل نتاعهم وهم ديما تلقي انت الاهتمام كله مقعمزين في مقعد الاول وسطي هي مركزه معهم المعلمه وما تندريش اللي مقعمز في اخر مقعد في اللي يخمم فيه اللي يراقد في اللي مشاكس ما حد ينتبه لها وديما هما يلوموا على اللي يتحرك يفصل الفصل صفطه نعته لا بالعكس هذا حركه هو اللي بتستغله معك في التحضير وفي الدرس هذه كلها يفتقروها المعلمين للاسف يعني احنا شو نقول لك الى غايه احنا الاسبوع عندنا دوره ان شاء الله لمربيات رياضه اطفال في منطقه مصراته بعد ماشيين لمنطقه وباري باذن الله يعني احنا في شو نقول كل شهر نشد اربع خمس مناطق ديما نتفاجئ ما عندهمش التقنيات التربويه بحيث ان هم يحببوا الطالب في المدرسه بحيث ان هو يوصل للامتحان بدرجه على الاقل جيده بحيث يقدر يخترق المرحله هذه احنا ديما نلوموا على الطلاب صفتهم ونعتهم ومشاكلهم بالعكس انا اللوم كبيره كله على الاباء والامهات وعلى المعلمين والمعلمات هو هيك الجيل القالب هو هيك الجيل نعم سد اساسي يعني. ربما الموضوع هو كبير ويعني ومتوسع ويبقى حلقات وحلقات جديده حتى حتكون عندنا معك وقفات في حلقات قادمه باذن الله اتمنى لك التوفيق في كل ما تقومون به انتم المعلمين شكرا لك استاذ ساسي موسى الخبير النفسي على تواجدك معنا هذا الصباح مشاهدينا فاصل قصير ونشاهد بعده ما هي المعايير والمواصفات الجيدة لاختيار المولد الكهربائي المناسب لمنازلنا؟ أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى فقرة الأخبار من غرفة أخبار النبأ وككل صباح أنهى الزملاء الاجتماع التحريري الصباحي ولمعرفة أهم ما تم تناوله خلال هذا الاجتماع تنضم إلينا الزميلة من الاستوديو أمينة العكاري صباح الخير أمينة نعم حياك الله بكل خير سميرة وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نطلعكم فيها على أهم الأخبار التي تناولها الفريق الصحفي اليوم وناقشها في الاجتماع الصباحي اجتماع التحرير نعم بدايتها من الملف الميداني سرايا دفاعا بنغازي تسيطر على كركورة منطقة كركورة التي تبعد عن مدينة بنغازي 60 كيلومترا بحسب مصدر من سرايا دفاع وأيضا نزوح عائلات من جمينس باتجاه بنغازي يشار إلى أن منطقة جمينس تفصلها عن منطقة كركورة أقل من 15 كيلومترا نعم وأيضا عودة سيناريو الاعتقالات التي تخوضها ميليشيات حفتر في كل من منطقة الليثي والكيش وأيضا بالإضافة إلى الاعتقالات والإخفاء القسري والحجز القسري بالنسبة للعائلات أي ما يعتبر هذا بانتهاك لحقوق العائلات في منطقة بنغازي وأيضا حصيلة جديدة لعادة قتل ميليشيات حفتر في معركة المجرون يشار إلى أن سرايا الدفاع عن بنغازي أعلنت أمس عن سيطرتها على بلدة المجرون غربي مدينة بنغازي وأيضا سوف تكون لدينا متابعة ميدانية حول الحرب على تنظيم الدولة في مدينة سرت وحول الاشتباكات العنيفة في منطقة وغادوغو سوف نكون لدينا متابعة وفي الملف السياسي حكومة الأنقاذ تدين المحاولة أو محاولة الانقلاب العسكري في تركيا سوف تكون لدينا تغطية بهذا الخصوص الحدث وماذا حدث بالأمس في تركيا وأيضا دور الوعي الشعبي والمعارضة في إحباط محاولة الانقلاب وبالنسبة للحوار السياسي في تونس اجتماع تشاوري لربما سوف يعقد اليوم سوف تكون لدينا أيضا تغطية بخصوص هذا الموضوع وبالعودة إلى ملف بنغازي قوات الشورى الثوار بنغازي تستهدف قاعة بنينة نعم مشاهدينا هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفقرة التي قدمناها لكم من استوديو الأخبار وأيضا استوديو التحرير بالنسبة للصحفيين وكانت هذه مقترحاتهم والآن إليك سميرة شكرا لك أمينة على كل هذه التفاصيل مشاهدين نظرا للانقطاع المستمر للكهرباء والاستعانة بالمولدات الكهربائية كحل بديل يتساءل الكثير عن كيفية اختيار المولد المناسب للمنزل من حيث النوع وقوة التحمل نتابع التقرير في ظل ما تعانيه البلاد من عجز في الكهرباء وما ترتب عنه من طرح للأحمال وصل في بعض المناطق إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة لجأ المواطنون إلى شراء المولدات الكهربائية كحل بديل لتغطية هذا العجز ولكن وبحسب المختصين فإن شراء المولد الكهربائي ينبغي ألا يكون عشوائيا ويجب أولا حساب أحمال المنزل لاختيار المولد المناسب
تختلف الأجهزة الكهربائية في استهلاك الكهرباء، ويتم حساب هذا الاستهلاك بالوات. فمثلا المصباح العادي يستهلك 100 وات، والاقتصادي يستهلك 25 وات فقط. أما الثلاجة فتستهلك ما بين 135 إلى 180 وات بحسب حجمها. أما منظومة التلفاز كاملة فتستهلك 135 وات. أما المكيفات التي تعد الأكثر استهلاكا في المنزل باستثناء السخان والمكواة والمدفأة، ويتم حساب استهلاك المكيفات بحسب قوتها. فعلى سبيل المثال مكيف قوته 12 حصانا يستهلك 1200 وات. والمزيد من النصائح حول كيفية اختيار المولد ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس فرج البيكوري. صباح الخير سيد فرج. السلام عليكم، صباح النور، أهلا وسهلا بقناة النبأ وبمشاهدي الكرام. سيد فرج، كما تابعنا في التقرير، كيف احنا نقدروا أن نختاروا المولد المناسب من حيث القوة؟ نعم، في البداية هناك عدة عوامل لاختيار أو اشتراطات لاختيار المولد. أولها القدرة، يعني مورد تقريركم كيفية حساب الأحمال الخاصة بالمنزل، بحيث لما نمشي للسوق نشتري المولد اللي يقدر يغطي لي الأحمال وأزيد شوية. هذا من ناحية القدرة. الجانب الثاني من ناحية موائمة للبيئة، بحيث يكون إلى حد ما بيئوي. فأهم حاجة في المولدات اللي هي النويز العالية بتاعها وضجيجها، ففيها مولدات فيها سايلنسر وكاتم بالصوت، وبعض منها الماركات الجيدة حتى بدون سايلنسر صوتها منخفض. طبعا الآن نشوف احنا في الأحياء والأزقة وبالذات المحلات كلها أمامها مولدات، فهذه تزيد في الدوشة في الشارع وتزيد حتى الجانب النفسي، بالإضافة إلى التلوث الآخر اللي هو الناتج على العالم. في الجانب الآخر اللي هو له علاقة فنية بالجودة وعمر المولد وجودته، وهذا يعتمد على الماركات اللي في السوق. الآن نشوفه في السوق. طيب سيد فرج، المواطن عندما يذهب لشراء مولد اعتقادا منه أنه ممكن صاحب المحل اللي بيبيع للمولد يعني يفقه في هذا الأمر، وهو مرات غير مؤهل أنه هو يفهم في المولدات، كيف المواطن هو يقدر ياخذ مولد بحيث أنه يقدر يشغل أجهزته في البيت وفي نفس الوقت يكون بجودة كويسة أو بنوعية يعني تؤدي الغرض؟ طبعا هو بعد يحسب الاحمال بتاعه، بيحدد قوه المولد اللي بياخذها، مثلا نقول هو 5 كيلو وات 6 كيلو وات، بيمشي للسوق وبيشوف ما بين الماركات اللي موجوده في السوق. طبعا احنا في عاده الليبيين نكونوا في نوع من الخبره وتتناقل بين الناس، لكن نتيجه ان المشكله اللي عندنا احنا في البلد نفسه ما فيش انضباط حاليا، ولا حتى قبل ولا معايير حتى في الاستيراد، فلنقوا في ماركات جديدة تدخل في السوق، وفي اللي حقيقة أي كلام، لكن ربما هو واحد خبرة من الناس اللي يجربوا. ففي العادة الماركات المشهورة والبراند نيم المشهورة في السوق، ما نبيش نذكر أسماء باش ما نبيش دعاية مجانية، يكون هذا عادة ليها وكيل، فالوكيل هو اللي بيضمن جودة المولد. فزي ما حكيت يعني الجودة يا إما في المعايير بتاعها، مثلا تحديد الدوشة بتاعها اللي هي النويز بتحدد بالدي بي، وهذا أمر يقدر يجب معروف عليه. لكن احيانا في الغالب الان احنا نتيجه الظروف وظروف الماديه، فبيحاول المواطن انه يقتنع اي حاجه توجد تعطيه للطاقه اللي يبيها بغض النظر عن المعايير الاخرى، فيتحمله في الدوشه ويتحمله في غيرها. نعم. طيب يعني سيد فرج، انت تقصد انه الانسان المواطن لما بياخذ مولد ياخذه يكون عن طريق وكيل؟ يفضل، ولكن عاده البراند المشهوره واللي من وكيل معتمد حيكون سعرها غالي، وانت عارف الظروف يعني. فالمواطن بيلجأ لأقرب محل مواد البناء أو المواد الكهربائية، وبيحاول يوازن دائما في الاختيار، بيوازن ما بين السعر وما بين الجودة يعني.
نعم سيد فرج، عندما نبوا نولع المولد هل نشغل الأجهزة الإلكترونية مباشرة أو نستنوا يعني فترة بسيطة؟ شن تنصح سيد فرج اللي بيستخدم المولد؟ في العادة لما بنشغل المولد احنا حنربطوه على الشبكة المنزلية، والشبكة المنزلية عبارة عن جزء من الشبكة العامة. وفي المولد إذا كان أنت تبي تضع المولد بتاعك في الشبكة بتاعك يدويا، معناها بتدير آلية بحيث تفصل شبكتك الخاصة في البيت عن الشبكة العامة باش ما ترجعش الكهرباء. أحيانا يكون الشركة العامة الكهرباء فاصلة الطاقة باش تدير صيانة وترجع الكهرباء وتضر العاملين فيها وصاير الحوادث هذه. والمفروض يعني في القانون أنك لما تبي تربط مولد لازم تاخذ إذن ويكون فيه مفتاح قلاب الـ ATS، لكن طبعا مولد ومفتاح قلاب وحده يزيد التكلفة هذه. فالغالب المواطنين يربطوا بطريقة بدائية، مش قضية هذه، إن المهم تدير آلية تضمن إنك فصلت شبكتك عن الشبكة العامة، وطبعا في الوقت هذا انقطعت الكهرباء على البيت وكل أجهزتك واقفة وبعدها تشغل. طبعا الأفضل إن نطفي كل الأجهزة وبعد يكون عندي مولد شغال وشغال لشبكة البيت نبدأ نرجع في الأجهزة أول بأول. الأمر الآخر المهم جدا هو المفروض لما نبي نشغل مولد طوارئ في الظروف هذه ما يجبش نكون نبي الأحمال بالكامل زي ما هي. يعني مثلا عندي 4 مكيفات المفروض نكتفي بمكيفين، ننقص عدد المصابيح، ايضا المفروض زي ما سمعنا في تقريركم يكون نستخدم اللمبات الموفره للطاقه، وفي بعض الامور نخليها مثلا غسيل ناجلها مش لازم في وقت انقطاع الكهرباء، امور شتى. وهذه لها علاقه بالاقتصاد في الطاقه، ولان احنا في ليبيا الطاقه ناخذ فيها مجانيه ما نعرفوش قيمتها، وحتى السعر اللي في البات الكهرباء اللي هو او الشركه اللي هو 2 أو 200 درهم للكيلووات هو لا يساوي حتى يعني يساوي أقل من 10% من قيمة الحقيقية. وبالتالي أصبح في ثقافتنا ما نهتموش بالاقتصاد وحمايتها. وفي نقطة ثانية بنقولها بالمناسبة هو أن إحنا عندنا فعلا أزمة طاقة موجودة نتيجة تأخر المشاريع، وعندنا عجز في التوليد قد يصل أحيانا يوصل 30%. لكن بنقول كلمة لإخوتي الليبيين كلهم أن لو كل مواطن يشبح للمؤشر اللي موجود في بعض القنوات اللي درت الشركه العامه للكهرباء ويشوف انه مثلا لما يوصل ل 30% هو في بيته المفروض ينقص 30% من الاحمال الطبيعيه اللي ياخذ فيها، صدقوني مش حتكون عندنا اي مشكله. نعم. او عجز، ولكن للاسف نعم. التضامن مش موجود. نعم نعم مهندس الكهرباء سيد فرج البكوري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم. أما الآن مشاهدينا أخذكم في جولة لأهم أبرز الأخبار الرياضية مع زميل مازن رجوبة. صباح الخير مازن. صباح الرياضة سميرة، صباح الخير على كل المشاهدين. طبعا تحدثت أنت عن الكهرباء، وجماهير النادي الأهلي بطرابلس تتمنى أن لا ينقطع الكهرباء لكي تتابع مباراة الفريق اليوم أمام النجم الساحلي. الأهلي بطرابلس خاض الجمعة ميرانه الأخير على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة قبل مواجهة النجم الساحلي في ثالث مباريات الفريق في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية. الأهلي الذي خسر المباراتين الأولتين أمام الكوكب المراكشي والفتح الرباطي ممثلا المغرب يعول في هذه المباراة على يعني عودة محمد صالح، وكذلك استغلال بعض الظروف التي يمر بها الفريق التونسي في هذه المباراة من يعني حرمان الجماهير وكذلك معاقبة أكثر من لاعب وبعض البعثرة في إدارة الفريق. النادي الأهلي يفتقد في هذه المباراة ربما لإمكانية اللاعب سند الورفلي الذي لم يتماثل الشفاء بصورة كاملة، بالمقابل خاض اللاعب طارق التايب والمحترف موزيس الحصة التدريبية الأخيرة، مما يعني أنهما أصبحا متاحا في تشكيلة المدرب المصري طارق العشري. وفي نفس هذا الدور ولحساب ذات المجموعة تفوق الفتح الرباطي على نظيره الكوكب المراكشي ب3 أهداف لهدف ليفك شراكة صدارة هذه المجموعة أو يفتك الصدارة من بعد ما كان الفتح الرباطي يمتلك 4 نقاط. الفريق المغربي فاز على مواطنه وبالتالي يعني يضمن بنسبة كبيرة تواجده في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد نتائج النادي الأهلي بطرابلس الذي يعتبر خال الوفاض بدون أي نقطة، وكذلك النجم الساحلي الذي يعني لم يتوقع منه هذا الأداء. مباراة الأهلي بطرابلس والنجم الساحلي ستحدد أي الفريقين الذين سينافسون على البطاقة الثانية بنسبة كبيرة. منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب والمشارك في البطولة العربية وبعد أن خسر المباريات 4 الأولى في هذه البطولة، بطولة كرة السلة للشباب والمقامة بالإسكندرية، يحقق المفاجأة في آخر أيام هذه البطولة ويفوز
في آخر مبارياته على المنتخب التونسي للشباب في أداء كان مقنع نوعا ما، وفي بطولة يعني لم يقدم فيها المنتخب الأداء المطلوب منها، ولكن أنقذ نوعا ما سمعة الكرة كرة السلة الليبية بهذا الفوز الذي يعتبر معنوي أكثر من أنه يساعد المنتخب للاستمرار في هذه البطولة والتقدم أكثر. في أخبار دورينا، دوري ليبي لكرة القدم، المدينة بقيادة المتألق نيسالتو من جديد يغرد ويصل للنقطة 12 بفوزه على جاره المحلة في دربي مصغر في العاصمة طرابلس. المدينة ومع ختام هذه المباريات ينجح في يعني الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية في هذا الموسم، لما لا للتواجد بين يعني الخماسي الذي سيمثل أفضل 5 أندية في خماسي ليبيا للمنافسة على اللقب في هذا الموسم. بالانتقال إلى الأخبار العالمية، وفي أبرز الأخبار هو إيقاع إعلان رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن موعد انطلاق الدوري الإسباني الليغا، وهو في 21 من أغسطس القادم. برشلونة حامل اللقب يفتتح مبارياته من على ملعبه للناو كامب بمواجهة ريال بيتيس، بالمقابل ريال مدريد يرحل إلى سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد الفريق الصعب. أما أتلتيكو مدريد ثالث الدوري في النسخة الماضية يواجه ألافيش في آخر أو في أهم مباريات الجولة الأولى. أما الكلاسيكو فسيكون في الأسبوع 14، وديربي مدريد سيكون في الأسبوع 5. كانت هذه هي أبرز الأخبار سميرة. المزيد ومزيد التفاصيل سواء في الأخبار المحلية والعالمية ستكون في أولى نشراتنا نص ساعة بعد منتصف النهار إن شاء الله. شكرا لك مازن على كل هذه الأخبار الرياضية. مشاهدينا يوم جديد مستمر ونتابع بعده. اعتدال في درجات الحرارة في معظم مناطق شمال ليبيا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. معنا هنا في الاستوديو خبير الأرصاد الجوية سيد محي الدين علي ليطلعنا على أحوال الطقس اليوم والأيام المقبلة. صباح الخير سيد محي الدين. صباح الخير سيدة سميرة، صباح الخير لكل الأخوة المشاهدين. نلاحظ أنه في اعتدال في درجات الحرارة، أي سيستمر هذا الاعتدال برأيك؟ إن شاء الله نطمنك ونطمن الأخوة المشاهدين أنه مستمر على الأقل إلى منتصف الأسبوع على الأقل، يعني ثلاثة أو أربع أيام قادمة الاعتدال على شمال ليبيا. طبعا تكلم عن الشمال، الشمال الغربي والشمال الشرقي، حرارة معتدلة بشكل واضح، وإن كانت حقيقة الرطوبة يعني نسبيا مرتفعة، لكن درجات الحرارة يعني تتراوح ما بين 29 إلى 31 درجة على الساحل، يعني كل الساحل الليبي إن شاء الله لا تتعدى درجات الحرارة 31 درجة خلال هذا اليوم وخلال ثلاثة أيام قادمة، الساحل الغربي والساحل الشرقي، حتى مناطق الدواخل جنوب الساحل إن شاء الله لا تتعدى 34 درجة على أقصى تقدير بإذن الله، أو 35 درجة بإذن الله تعالى. يبقى المنطقة الجنوبية الغربية هي التي ستشهد خلال هذا اليوم وخلال اليوم الغد تقلبات جوية. هذه التقلبات تكمن في ارتفاع في درجات الحرارة، رياح نشطة مثيرة للأتربة حقيقة على مناطق الجنوب الغربي، في أوباري وفي المناطق المجاورة لها ستكون الرياح يعني سرعتها شديدة بعض الشيء، بتكون الرؤية ضعيفة في الطرقات خلال الـ 48 ساعة قادمة بإذن الله. بالنسبة لمناطق الجنوب الشرقي درجات الحرارة لا تغير يذكر فيها، أجواء صيفية هناك، يعني درجات الحرارة من 35 إلى 40 درجة، لكن الجنوب الغربي أكثر ارتفاعا وأكثر اضطرابا حقيقة. نهاية الأسبوع إن شاء الله الأربعاء تعتدل درجات الحرارة حتى على مناطق الجنوب. إذن بصفة عامة إن شاء الله الأجواء معتدلة على الشمال بشكل واضح وواضح جدا، درجات الحرارة معتدلة، بعض الارتفاع في الرطوبة النسبية، تبقى درجات الحرارة صيفية في الجنوب الليبي خلال اليومين القادمين من هذا اليوم ويوم. ماذا عن المنطقة الشرقية؟ المنطقة الشرقية أكثر اعتدالا حقيقة في درجات الحرارة، الرياح تكون سرعتها 20 عقدة من الشمال، فبتكون الحرارة أقل إن شاء الله، خاصة على الجبل الأخضر درجات الحرارة لا تتعدى 28 درجة في الجبل الأخضر، يعني أجواء جميلة ورائعة، حتى السحب تظهر وتتكاثر من حين الآخر على الشمال الشرقي والشمال الغربي، سحب ركامية نسميها السحب الركامية التي تزيد من الطقس جمالا حقيقة على كل السواحل الليبية بإذن الله.
النشرة البحرية. النشرة البحرية. النشرة البحرية. الساحل الممتد من رأس جدير حتى صرت تكون السماء صافية لظهور بعض السحب المنخفضة. الرياح تسمى براني أي شمالية شرقية معتدلة في سرعتها. هذا ما يجعل ارتفاع الموج من 75 سنتي إلى متر ونص. الساحل الشرقي أكثر اضطرابا من سرعة الرياح من 10 إلى 20 عقدة. ارتفاع الموج قد يصل إلى مترين. الرؤية جيدة على كل السواحل الليبية. أما ما يخص درجة حرارة البحر فتصل إلى 26 درجة مئوية، وهذا ملائم للاصطياف يعني حتى للأطفال إن شاء الله خلال هذا اليوم وخلال اليومين القادمين. طيب سيد محي، نتمنى أسبوع بداية أسبوع إن شاء الله أسبوع جميل وممتع إن شاء الله، درجات حرارة معتدلة جميع اللي يشاهدوا فينا الآن، وهذا ما يقلل حقيقة ساعات القطاع الكهرباء إن شاء الله في ليبيا يعني إن شاء الله. السيد محي الدين علي، شكرا على تواجدك معنا هنا شكرا لك. مشاهدنا يوم جديد يتصفح معكم جديد رحلات المطارات الليبية لهذا اليوم لنتعرف على وجهات الطيران المحلية والدولية. ستقلع اليوم من مدارج مطار معتيقة الدولي بمدينة طرابلس 23 رحلة، منها 9 رحلات محلية، 6 رحلات إلى الأبرق، ورحلتين إلى تمنهنت، ورحلة إلى زوارة. أما الوجهات الدولية التي ستنطلق من مطار معتيقة لهذا اليوم، السبت 13 رحلة، منها 5 رحلات إلى تونس، ورحلتين إلى جدة، ورحلتين إلى مالطا، ورحلة واحدة إلى كل من نيامي واسطنبول وصفاقس، ورحلة إلى الإسكندرية عبر مطار الأبرق. أما الآن مشاهدين مع أسعار الدولار واليورو وأسعار العملات الأخرى مقابل الدينار الليبي، فهذه الأسعار تعتمد على معدلات التغيير الحية بين العملات ويتم تحديثها كل يوم عبر يوم جديد. لا يزال الدولار الأمريكي في السوق الموازية يشهد هذه الأيام ارتفاعاً، فقد وصل عند إغلاق مساء أول أمس الخميس عند 4.750 دنانير درهما. وأما اليورو فقد استقر عند 5.160 دنانير درهما، بينما بقية أسعار العملات الأخرى كالليرة التركية والدينار التونسي والجنيه المصري تظهر على الشاشة الآن حسب سعر المصرف المركزي والسعر الموازي لها. أما بخصوص المواد الأساسية فسعر طبق البيض ب7.5 دنانير، وسعر كيلو السكر ب2.250 دينار، وزيت الذرة 4.750 دينار. أما بالنسبة لزيت الزيتون ب8 دنانير للتر. بالنسبة لأسعار الخضروات، سعر كيلو الطماطم ب2 دينار، وكيلو الخيار ب2.5 دينار، وكيلو البطاطا ب1 دينار، وكيلو البصل ب1 دينار أيضا. وأما الليمون ب5 دنانير للكيلو، وكذلك كيلو الفلفل الحار ب3 دنانير. بالنسبة لسعر اللحوم، فسعر كيلو الدجاج ب7 دنانير، ولحم الوطني ب18 دينار للكيلو، والإسباني ب14.5 دينار، ولحم البقر ب16 دينار، والإبل ب18 دينار للكيلو. مشاهدينا يومنا الجديد انتهى وتابعنا فيه. تأثير التوتر والقلق في الامتحانات على إدراك وأداء الطالب في الامتحان وكيفية التخلص منه يوم جديد حمل الإجابة. نتيجة انقطاع الكهرباء وزيادة نسبة شراء المولدات، عرفنا في حلقة اليوم على معايير اختيار المولد المناسب للمنزل. كما تابعنا في فقرة الأحوال الجوية اعتدال درجات الحرارة في معظم مناطق شمال ليبيا. مشاهدينا يومنا جديد وصلنا إلى ختامه، نلتقي غدا في نفس الموعد، إلى ذلك الحين للقاء.